أهلا بكم في السلطة الرابعة، ونبدأ معكم بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. في الصحافة المحلية، موقع المشاهد يتحدث عن انتشار شركات اتصالات خارج نطاق الموافقة الرسمية. وفي الصحافة العربية، العرب الجديد ينشر تقريرا حول تهديدات الحوثيين بمعركة بحرية باعتبارها وسيلة لتحسين شروط التفاوض. وفي الصحافة العالمية، اندبندنت عربية تنشر تقريرا حول الابتزاز الإلكتروني الذي أصبح ظاهرة تفاقم أزمات اليمنيات. أهلا بكم، والبداية من الصحافة المحلية وموقع المشاهد الذي قال إن اليمن لم تعد ساحة مفتوحة للصراع العسكري وحسب، بل إن هناك تدخلا من نوع آخر شمل قطاعات مختلفة ومنها شركات الاتصالات. موقع المشاهد يسلط الضوء على محافظة سقطرى التي لا تحظى بالمشاريع الأساسية، ومن بينها قطاع الاتصالات الذي جعل منها خارج نطاق الجمهورية اليمنية. ويشير الموقع إلى سيطرة شركة اتصالات إماراتية على الاتصالات في الجزيرة، حيث تصل باقتها الشهرية إلى 100 درهم إماراتي. وعلى الرغم من انتشار أبراج بث الشركة في الجزيرة، فإن الشرائح غير متاحة للبيع ولا توجد منافذ أو مواقع خاصة بها، بينما يضطر أبناء الجزيرة القادمون من الإمارات لشراء الشريحة قبل وصولهم إليها. ويوضح موقع المشاهد أن القوات السعودية هي الأخرى لديها أبراج خاصة بها في أماكن تواجدها مع وصول البث إلى كيلومترات محدودة في محيط سيطرتها، ما يدفع السكان الذين يتواجدون بالقرب منها ولديهم شرائح سعودية للاستفادة من خدمة الإنترنت المتوفرة بتقنية 4G. وفي السياق القانوني، يقول المحامي نجيب الحيدري إن مثل هذه المشاريع يجب الاتفاق فيها مع الحكومة اليمنية جهة سيادية، وبعد معرفة تفاصيل المشروع للحكومة حق إبرام الاتفاق أو رفضه. وما يحدث يعتبر مخالفا، ويعرض هذه الشركات للمساءلة القانونية. كشف استطلاع أجرته المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 3 من كل 4 أشخاص نازحين في محافظة مأرب لا ينوون العودة إلى ديارهم، كما نقل موقع الحرف 28. ووفق نتائج الاستطلاع الذي نشره الموقع، وجدت المنظمة الدولية للهجرة عددا قليلا جدا من الأسر التي تنوي مغادرة المناطق التي استقرت فيها بعد النزوح. ويشير الاستطلاع إلى أن مخاوف قد سادت من انعدام الأمن وفرص كسب الدخل كدافع رئيسي لعدم العودة بالنسبة ل 79 من الأشخاص النازحين داخليا الذين شملهم الاستطلاع. وفيما يخص النسبة المتبقية من المستجيبين، أبدى 3% منهم فقط نيتهم بالعودة، بينما كان الباقون مترددين أو يعتزمون الاستقرار في مكان آخر. أفاد القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مات هوبر أن أكثر من 60% ممن ينوون البقاء في مواقع النزوح بمأرب يعانون الافتقار إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وسيكون ذلك التحدي الأكبر بالنسبة لهم، بينما يظل الإخلاء مصدر قلق رئيسي آخر. وناشد هوبر المانحين لتجديد التزاماتهم في العام المقبل لدعم الأعمال المنقذة للحياة، مؤكدا أن الأزمة في اليمن لم تنقض بعد. وفي موقع يمن مونيتور، طالبت منظمة إنقاذ الطفولة الأطراف المتحاربة بإعادة الالتزام بمنع الهجمات والعنف ضد المدنيين في يوم الطفل العالمي الموافق للعشرين من نوفمبر. وأفادت المنظمة أن أطفالا من تعز أخبروها أنهم يخشون باستمرار على حياتهم عندما يلعبون في الخارج أو يسيرون إلى المدرسة. وأفادت المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن راما حنسراج أن فريق المنظمة يلتقي بانتظام بالأطفال، مؤكدة أن الأطفال يتعرضون للقتل والتشويه والإيذاء وإجبارهم على القلق بشأن البقاء في اليمن كل يوم. وأشارت إلى أنه على الرغم من المكاسب الإيجابية التي تحققت للأطفال خلال الهدنة على مستوى البلاد، فقد قتل أو جرح أكثر من 330 طفلا يمنيا في الحرب حتى الآن هذا العام.
وأكدت المنظمة أن الصراع في اليمن اتسم بالاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة والتي ألحقت أضرارا جسيمة بالأطفال ما أدى إلى وفيات وإصابات وإعاقات مدى الحياة. ولفتت المنظمة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل الأطفال أو الإساءة إليهم، ويجب على العالم أن يتحرك الآن لوقف الإفلات من العقاب على هذه الجرائم. وفي الصحافة العربية، تابع موقع العرب الجديد تصاعد تهديدات الحوثيين في اليمن خلال الأيام الماضية وتوعدهم بما سموه معركة بحرية، حيث شنت ميليشيا الحوثي هجمات على 3 موانئ وصفتها بالتحذيرية لسفن كانت تعتزم نقل النفط الخام. ورأى الباحث في الشؤون العسكرية علي الذهب أن الحوثيين بعد أن ضمنوا توقف العمليات الجوية للتحالف مقابل عدم استهداف أراضي سعودية، يستخدمون ورقة تهديد الملاحة الدولية وسيلة ضغط أخرى لتحقيق مكاسب إضافية. وأفاد الذهب أن الحوثيين يريدون تحقيق شروطهم من أجل تمديد الهدنة عبر صرف الرواتب من قبل الحكومة اليمنية بالآلية التي يقترحونها، وهي الإشراف المباشر على الصرف بناء على كشوفاتهم. ورأى الباحث اليمني عدنان هاشم أن تهديدات التصعيد هي لتحسين شروط التفاوض الذي يجري تحت الطاولة، حيث يستغل الحوثيون المخاوف الدولية التي تريد إبقاء الحرب في اليمن على الوضع الحالي الذي لا يهدد مصالحهم. وقال هاشم إن الحوثيين يريدون منافذ بحرية يتحركون فيها ويحصلون على ما يريدون أو يريدون، الذين لذا يتحدثون عن إنهاء الحصار شرطا لتمديد الهدنة، إضافة إلى صرف الرواتب، ويسعون إلى تعزيز بقائهم كسلطة وقوة عسكرية. وفي الصحافة العالمية، يقول موقع اندبندنت عربية إن معاناة اليمنيات لم تقتصر على الانعكاسات المعيشية والاقتصادية التي سببتها الحرب، إذ وجدت حواء نفسها في مواجهة مفتوحة مع تحديات أخرى لا تقوى عليها سواعدها النحيلة، حيث تنامت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في اليمن على نحو لافت حتى باتت أخبار ضحاياه تنافس أخبار ضحايا الحرب. اندبندنت عربية تقول إن في مجتمع محافظ مثل اليمن تصبح قضية انتشار صور المرأة الشخصية جريرة شنيعة قد تكلفها حياتها حتى وإن كان دون علمها ورضاها. ومن هنا وجد المبتز وسيلة سلكة لمساومة الضحية. تقول الناشطة اليمنية شذا نعمان إن قانون العقوبات اليمني يعاقب بالحبس مدى 5 سنوات أو بالغرامة كل من يبعث الخوف قصدا في نفس الشخص، غير أن هذه القوانين تظل بلا فاعلية، ذلك لأنها تفتقد المنفذ حيث لا أجهزة ضبطية ولا سطوة أمنية ولا قضاء مستقر. ويشير الموقع إلى إشكالية المجتمع الذي يتعامل مع الفتاة بجناية الشرف، بينما أغلب حالات الابتزاز تأتي نتيجة سرقة أو فقدان هواتف الفتيات أو القرصنة أو التجسس عليها. وأكد الموقع على ضرورة اللجوء للأقارب أو الدائرة المحيطة الموثوق بهم لطلب المساعدة نفسيا ورفع بلاغات أمنية ضد المبتزين مع جمع الدلائل لتعقب المبتز. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع ريشة الفنان رشاد السامعي وهذا الكاركتير. كنت معكم أنا سلام القيسي. إلى اللقاء.